خلينا نروح لخبر آخر مع حضراتكم بيتعلق بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي دشنوا مركز بحثي لإعداد السياسات والأبحاث المتخصصة في مختلف المجالات بالإضافة لتقديم الدعم التشريعي لأعضائها في المجالس النيابية. التنسيقية أوضحت أنه سوف يخصص جهد المركز خلال المرحلة المقبلة في العمل على دراسة التشريعات الحالية وصياغة أيضا تعديلات عليها بما يتوافق مع نصوص دستور 2014 وتعديلاته في 2019 أو وضع نصوص تشريعية جديدة بتخدم الدولة والمواطن المصري. طيب احنا معانا على التليفون للمتابعة السيدة شيماء عبد الإله المتحدثة رسمية باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. خليني أفهم منك في البداية إيه هو هدف تشييد مركز بحثي عشان يعمل على إعداد سياسيات وأبحاث ودراسة التشريعات في هذا التوقيت؟ طبعا حضرتك عارفة إن احنا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عندها الآن 5 مرشحين، 26 أسفة مرشح على مجلس النواب 2020، وعندها عدد من المرشحين على المقاعد الفردية. كمان احنا عندنا 5 من زملائنا نواب في مجلس الشيوخ. فالحقيقة احنا شفنا انه ده الوقت المناسب ان احنا ندشن فيه المركز الأبحاث زي ما حضرتك ذكرتي لإعداد السياسات والأبحاث ودراسة التشريعات. الهدف من مركز الأبحاث إن احنا نقدم أو نعد سياسات وأبحاث متخصصة في مجالات مختلفة، كمان إن احنا نقدر من خلاله نقدم الدعم التشريعي لأعضائنا في المجالس النيابية. الحقيقة إنه التنسيقية منذ نشأتها وهي بتعمل على تقديم أوراق عمل متخصصة في مختلف المجالات، فكمان مع إن احنا بقى عندنا زملاء في المجالس النيابية فإحنا شفنا إنه من الضروري إنه يكون مركز أبحاث كبير ومتخصص طبعا. وإحنا الحقيقة عندنا في التنسيقية عدد من زملائنا متخصصين في مجالات مختلفة، فنقدر نستثمر وجودهم إن احنا نساعد زملائنا في المجالس النيابية، وكمان أوراق العمل دي يبقى ليها شكل متخصص أكبر ونقدر نفيد بيها الدولة بشكل أكبر. طبعا حضرتك قلت إن في عدد كبير من التنسيقية في انتخابات مجلس النواب القادم، إيه هي خطة يا فندم التنسيقية لدعم مرشحينها في الانتخابات البرلمانية سواء كنا بنتكلم على القائمة أو الفردي؟ طبعا زي ما قلنا إحنا عملنا تدشين لمركز الأبحاث عشان ده أول حاجة تكون بتقدم الدعم إن شاء الله لزملائنا سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بإذن الله بعد انتهاء الانتخابات. احنا كمان انتهينا من وضع خطة لدعم مرشحين التنسيقية في انتخابات النواب. الحقيقة ان احنا عندنا مركز الإعلامي الخاص للتنسيقية هو هيكون مسؤول عن إدارة حملات ال 26 مرشح وكمان دعم الست مرشحين على النظام الفردي في مختلف المحافظات، واحنا هي الحمد لله انتهينا من وضع الخطة اللمسات النهائية ليها وان شاء الله هنبدأ على طول في تقديم الدعم ليهم. وعندنا حاجة مهمة جدا الحقيقة ان احنا عندنا كمان مقسمين الحملة قطاعات وعندنا لكل قطاع مسؤول بيدير الحملة وهيبقى اكتر الحقيقة دعم ليهم من الناحية الإعلامية ان شاء الله. استحدثتوا كمان عدد من اللجان في التنسيقية أستاذة شيماء صحيح؟ نعم يا فندم. تم استحداث عدد من اللجان في التنسيقية. ايوه ده برضو يعني الحقيقة ان احنا دايما عندنا نشاط يعني حتى برغم الزخم الكبير لانتخابات مجلس النواب، لكن الحقيقه احنا مستمرين في نشاطنا الطبيعي جدا. احنا كان عندنا عدد كبير من اللجان بتضم زملائنا في التنسيقيه، لجان عديده ومختلفه، واحنا على طول في التنسيقيه بيبقى طول الوقت عندنا يعني بنضيف زملاء لينا سواء من الاحزاب او من الشباب المستقلين. فالحقيقه ان احنا في الفتره الاخيره دي تم اضافه عدد كبير من الزملاء للتنسيقيه، فاحنا شفنا انه ده فرصه ان احنا نعيد تشكيل اللجان ونضيف لجان اخرى طبعا. من ابرزها لجنه البيئه والطاقه، لجنه الشباب والرياضه، لجنه الشؤون البرلمانيه والتشريعيه، وكان عندنا طبعا لجان هامه جدا، عندنا كمان لجنه صحه، حمايه اجتماعيه، لجنه سياسات امنيه، لجنه ثقافه وابداع، الحقيقه لجان كثيره جدا طبعا. عشان تقدر تستوعب هذا الكم من الزملاء المتخصصين في المجالات المختلفة. كل التوفيق يا فندم، أنا بشكركم شكرا جزيلا. أستاذة شيماء عبد الإله المتحدثة الرسمية باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شكرا جزيلا لك.